شغل غاز شغل دقيقه انت مو شغل هذا هو الذكاء الذكاء اصفق لك ما شاء الله عليك ليل يا طويل الله وقد اشعم النار والنار في جوفي هي مشعمة دائما وهي بالقلب مشتعلة وزه وزه انا مهذلا محضر لي بعض الابيات تي 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 فما انا لا تريد أريد أبيات من الغزل لي 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 تذكرني في حبيب غاب عن عيني الله آفا 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 في كنا تجيوس لأن الوعد لعاد هلا هو طاريه لولا الوعد ليل الوعد ليل الوعد الله طاريه ليل الوعد لو عاد الله طاريه لو عاد لا عاد ليل الوعد هالله لا عاد ليل الوعد لا عاد هالله طاريه يطول لحظاته ومسوى ظلامه يطول لحظاته ومسوى ظلامه مسوى ظلامه ومسوى ظلامه اكتبها لي خلني اقولها خلني احفظها اعطني ورقه ليل الوعد لا عاد هالله طاريه يطول لحظاته ومسوى ظلامه لو صار يا سلام تعال 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 ابلقم 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 الحين الحين لا الحين بكتب بس بيتين بسرعه لا أبعطيك واحدة قدام السيدي اكتبها سبيله أو اشتبي أطري بس غزل 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 أبي غزل ألخص أخبارات أرثم تجون هلاسي برد عادي شمهان كنت محدد أنت عشان ما محمد سمصير مودع اجلس اجلس جنب خويا روح يا طول تعال يا ابو منتج كتابي اللي في درجيتك يا ابو منتج اجل اجل عشان مكتوب مكتوب ومطبوع سنين احب اذكر شو يطلع ما من عجله شي ذاك هذا فارس فارس قال فارس والله يا فارس فارس اجمع اجمع فارس خلاص انا ما شمل لا خلاص انا تطلع مني كلمه في حلقه يا ليت عندي عقلين واربع اذاني ليه؟ عشان اقسم وجهي طال عمرك واسمعك واسمع الرجال الله اكبر بس كلها بتكون لازم معك اربع اكثر عشان كلها كل وجه لحاله يتلطم انا علم يستانسون يطلع على طوال الفارسين الملثمين حول بس ايش ذا الاسم الفارس الملثم بعد يطلع وجه امحق وش اسم الفارس الملثم عزه يعطيك اياه عزه ما بصافط لك انا اشهد من هو قال لك يعني لو قال لو قال خريج الذكاء عنده وزع يا طيب يا مرحبا يا اخي يا مرحبا يا اخي لا تكتب شيء انا بكره اتفاهم مع سامي الهجام اشتح على وجه واحد من افضل المنشدين عندنا احنا يقول له الكلام هذا انا اشهد افضل المنشدين بعد 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 محمد بندر صوتي تعبان واحد ناظلني تراك افضل افضل المنشدين بعد محمد بندر يعني نعم انا اعترف اعترف ان محمد بندر افضل معي ما زمزم تبيه معي ما زمزم واقل فيه معي زيت معي كل شيء انا ساعلمك بس انا لا لا اعلمك انت انت لديك حق اردت به باطل باطل اقرا بنفسك ليه لا 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 يقول اقراها بينك وبين نفسك هذه كانها رسائل اللي هو تساوي قد اخويك هناك ترسل لي شوف اللي جنبك هذا شوف اللي جنبك اعوذ بالله وش ذا امه ابي شوف شوف افضل افضل
والله 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 شكرا اكتبونا اكتبونا انا اقول لك خذ الاول ايه ما لا لا ما لا دقيقه اقرأ اول يما لا ناقة يا عنود المزاين لبيه يا قلبي ولبى ولبى لبى وصوفك تسحر القلب والعين ولبى الجمال اللي ظهر ما تخبى العين عين اللي بمكر الشياهين لا الله الشفاه الحمراء وراها مربى يما لا ناقة يا عنود المزاين لبيه يا قلبي ولبى ولبى لبى وصوفك تسحر القلب والعين ولبى الجمال اللي ظهر ما تخبى اشد انك اوجعتني ما شاء الله صوتك يا مرسي والعين عين اللي بوكرا الشياهين وشفاها الحمراء مربى الله اكبر هيئة انسان نعم انت لازم تعرفون ممنوع من المرغوب نعم مره اللي فيه مش لا تبي نغني معها خلني هذا انت جاهزين حاضرين طالع انت كل يوم قلت انا طرقه ما مرد كله باب الهنقر قطع الطالي اوه كم مش لا 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 ما سمعت قصيده انس وش في قصيدة جديدة أقول له عادي ولا أسكت لا هو بيقول هو بيقول أنا ودي أتذكرها أغنياتي ودي أتذكرها يا رب رحمتك يا رب رحمتك طالب مرضاك إيه يا رب رحمتك وطالب مرضاك ريالتي فل الله يا رب رحمتك طالب مرضاك تعرف أهوين الشباب ما شاء الله ما شاء الله على أرقامهم تلقفت كيف تميل كذا ما شاء الله ودك تركض معهم لا والله لا والله أبي العافية العافية لا تنشر وش ثمنها بلا حافظ سجم على الهجوس أن تكفى سجه مع الهجوس طبيعة لي طبيعة بموت ما جست منها وش البيت الثاني أني طابق تقول قصيدتك والله حلوة حلوة فيها معنا هي حلوة تذكرك يقول يلا طالبك رحمتك ورضاك اسمع وش يقول؟ يلا طالبك رحمتك ورضاك. ايوه. كمل بيت وفله. ايه يلا طالبك رحمتك ورضاك. بيت وسياره وحرمه ورشاقه. وش الاخيره؟ رشاقه. هذا بيت القصيد. والله. ليش لا؟ تحيه. ورشاقه. يا رب رحمتك ورضاك. بيتو سيارة ورشاقة راحت الحرمة الحرمة يا امشي يا معي يا الله وانا طالب من رحمتك ايش يقول والله شوف شعر معاناة شعر معاناة صح يصل يصل الجمهور شاعر يقول انا ليمنيك انا لو اكتب لي ايش يقول انا لو اكتب وانا لو اكتب بشعر بس بيتين أنا لو أكتب يقول أنا لو أكتب بالشعر بس بيتين أنت تقول سويت لا راح عليت أنت اللي قلت عليت أول مرة صح؟ إيه مؤدب الولد شعر السعاد عليت يا الله يطول لا ترى أعلمكم أول لقاء مع هذا هو محمد انا اول ما دخلنا هنا اول واحد يرحمك الله اول واحد سلمت عليه ابو مسفر عقبين مبارك مبارك اعرفه من اول ايه سلمت عليهم طال عمرك وعقب دخلنا هنا ها عقب جم
الدبوبه اثنين وجلسوا بالزاويه يحبون الزوايا. المهم ايه انا ومهذل وجالسين ومازن جالسين صدر المجلس ونسولف ونطالع الربع الا الدبوبه يطلعون فيني ويقطون علي فهمت ايش يقولون؟ ويضحكون انا حقت عليهم اقول مازن قلت هذول بيجننونا في النسخه يا الله انتس. المهم اليوم الاول رقدنا اليوم الثاني قمت الصبح اللي يضحكون كاك وانا طلعهم من بعيد اما سريري بعيد اطلعهم مضحك قد يصير صديق. ما تحسبت بعد ها؟ لا والله ما تحسبت يا اخي. والله ها؟ لا والله ماني بنندم. ايوه بنندم اذا فرقناها طلعنا. اي والله بنندم اذا فرقناها تفرقنا الدنيا وانا اخوك. لكن بعض الناس بندم انك عرفت. والله استغله استغله صديق والله العظيم بكره انا. هذا في الصيف. لو تلحق ال 50 معجم في الصيف احلى. احلى علي من برا المصايف مرقابنا لا صوت ولا كلام ولا شيء والله انا انت شد حد دول الحين دول الحين راحتك تلحق خمسين ما جام رات الصيف احلى علي من برا المصايف لا ابو نجد لو تلحق الخمسين مع جمرة الصيف احلى علي من براد المصايف مرقبنا احلى من البرج في جنيف ويكفي من الابراج شوف النوايا لو تلحق الخمسين مع جمرة الصيف احلى علي من براد المصايف مرقبنا احلى من البرج في جنيف ويكفي من الابراج شوف النوايف للشوق دايم جمره بين الاحباب واكبر دليل اكبر دليل صوت اليوم يا محمد يا بندر العلي عذبني ملهوف العجاب وتعبني ابني عليه وغبني هيا جني على قامه هيا واتسابه وسنابه وانستغرامه وتيك توكه وزنابه الله يعينك الله يعينك من البرد واسبابه والله البرد يبرد ايضا يجي برد برد الله يعينك انت بدات تدفى طال عمرك وبتروح تجلس في البرد هذه مشكله لكن اذا انفشنا عنه سام ها ديكور من نخليه ابو مسجد كم شاي يوم الحين يهوجس يهوجس لو نقدر شاعت علينا والله لا جدني اكبر انا انت مطوعنا ونهبلت انت ما تبيني انا نهبل اه انا اخي صدق والله بيزلون علينا وين نزل لو نقدر شاعت وين تروح تكتي طموحاتنا ضد الاحتراق احتراق سلطان او مستانس تغنيها او طيب غن غن البيت نار الشتاء مدفت قلوب المحبي نار الشتاء مدفت قلوب المحبي طيب حلو طيب غن مدفت قلوب المحبي محبين نار الشتاء مدفت قلوب المحبين دفى قلوب اهل المحبة مواصي دفى قلوب المحبة دفى قلوب اهل المحبة مواصي دفى قلوب دفى قلوب اهل المحبة مواصيل هذا لحنها زين
الشتاء مدفات قلوب المحبين دفع قلوب للمحبة مواصيل دفع قلوب للمحبة مواصيل قيم ما تشد علي يا ريش العين رقب وصل جبها 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 صبح واظلم الليل انا افكار وش بلاهم ماش ايه اخر شلون اهنك قال كل شوي كل صيحه الناس بها وجه صبح اظلم نار الشتاء مدفت قلوب المحبين دفى قلوب المحبة مواصل كيف ما تنشد علي ريش العين ارقب وصالك من صبح اظلم الليل اظلم الليل ما جيت ارجع هذه حلوه اظلم الليل شنعين ارقب وصالك من صبح راح اليوم زعلانين قال انا استعزلني لا 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 عادي بيرد خلصت معه من ناحية عاد راسك رد انت اخوي كان يا مثل تشكى على الناس وانا اعرفك شاعر حيل حساس ايه وداخل ضميرك طعنتنا الجساس اللي تبين عينيك هذا الصحيح وقوله واللي تقولون تعال تعال استري لا عدو كريم مفتاح والله مرتاح كذا مفتاح مفتاح لا معلش معلش انا قريب من وازع ما ابي لا 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 استري خلاص فيك والله اني مرتاح استري خلوه استري داخل لا انت ايش قلت ايش قول؟ شو يقول؟ بس انا شو ما سمعت قال هو كتب معي حرام قلت ابي اقرب الوازع و قول قال لا لا ما في شيء جنب وجهه وصلت وجهه هذا اكثر من هذا انا صاير حساس اليومين ذي حساس عادي تحملوني ما اكثر ثلاث ايام ثلاث ايام انا صح انا مشيت قلت يوم هذول صح؟ ثلاث ايام ويا ثلاث ايام نعم ثلاث ايام اي والله ثلاث ايام ثلاث ايام انت حبيب جو ذني سك ذني كان هو نص ذي نص لا انا ما ادري ايش الفائده البس قبل عشان دخل شعرك قدام لا يا هلا الله هذا ورع يا هدي اربط روح فراشك هلا بفحك على قلب هذا يابت يا اخي رحت الجيش او عايز لا تنا بيت عندك اعطيك بيت؟ وزع زيادة خذ زيادة خلاص راحت راحت مع شجرة مشجرة 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 مش ترى بيتين سهلة ترى مو اختبار نهائي رد عليه ولا رد عليها اي والله اختبار نهائي صعب ايه علوم الغانم اظن الله لا يعيده الله لا يعيده يا رب يا حجة يقبط علي شيء ولا يقول الله يعيده طبعا كل حالاته ايه كل حوا كيف تعلم قرابة مع غيره ايه والله العلوم كلها وافية حاج استغفر الله وتوبي ان صرت يمناع لو صرت يمناح يمنى الناس عنه لو كنت صرت يمناح يمنى الناس عنه كل واحد يعلم الثاني تبي اعزلك اعزلك قل له تعال كانك ناويني اتفاهم معك واحطك مثل الطبي قل له الطبي قل له قل له قل له قل له قل له ما قال له قال له صايد اللهجه حط طبي قل له شنو؟ حط طبي حطه زي الحط طبي مشكي همومكم يا اخوك الى الله واروق لمن ذقت فنجال دله لو صرت يمناحي من الناس عله
هذا الصليح وقوله وحقي قال. لو صرت